بحضور مؤرخين مهتمين بتاريخ الجزائر وصحفيين مختصين، عاش متحف الهجرة بباريس سهرة خاصة من خلال عرض أولي للوثائقي الجزائر مكة الثوار، حيث تابع الجمهور الكبير طوال 52 دقيقة النشاط الدبلوماسي الذي عرفته الجزائر بعد استقلالها. Mais on connaît moins bien l'histoire anticoloniale de l'après 62. Et cette histoire a été restituée par ce documentaire sur 10 années de 1962 à 1972 et qui nous montre en fait que l'Algérie a joué un très grand rôle dans la solidarité, le soutien à toute une série de mouvements de libération. وتناول الوثائقي الدور الكبير الذي لعبته الجزائر في دعم القضايا العادلة وحركات التحرر التي كانت منتشرة في إفريقيا ودول عدة عبر العالم، حيث عرفت استقبال كبار قادة التحرر من نيلسون مانديلا إلى المناضل تشيكيفارا وصولا إلى قادة حركة الفهود السود الأمريكية. Cette histoire, elle foisonne d'images, elle foisonne de témoignages et notre travail a consisté pendant au moins un an à collecter toutes ces images-là. ويعتبر هذا الوثائقي أول عمل خاص يتطرق إلى العصر الذهبي للدبلوماسية الجزائرية التي كرست مجهوداتها خدمة للقضايا العادلة والتي لخصتها المقولة الشهيرة: يحج المسلمون إلى مكة والمسيحيون إلى الفاتيكان وحركات التحرر إلى الجزائر. لقناة شروق نيوز، محمد بوشيبا، باريس.